السلام عليكم اخوتي، معكم صديقكم صبريكو في استعراض لعبة سيرفايفن مارس، بالعربي النجاة على سطح كوكب المريخ. حسنا، كيف تدور هذه اللعبة؟ هذه اللعبة بكل بساطة سيقوم علماء من كوكب الارض بارسال مكوك الى سطح المريخ، وعمله هو تهيئة المكان للوجود البشري. في البادئ الأمر سوف نبدأ باللعب بآلات، تلك الآلات التي سوف تقوم ببناء مستوطنة البشر وتقوم بتوفير لهم الأكسجين والماء والمعدات لكي نضمن سلامة ركابنا. حسنا، أوكي، سنختار مكان للنزول. حسنا، لنرى هذا مكان فيه الحديد. حسنا، الماء جيد، الماء جيد، الماء اوكي، ثريتس الخطر، دست ديفلز، دست ستورم، ميتروز اوكي، حتى هناك نيازك. اذا حسنا، اوه يمكن ان ندير المكان. حسنا، لنرى هذا، اوه المثل جيد جيد جيد، هذا المكان جيد جدا جيد جدا جيد جدا، لكن هناك احتمال كبير. مكان خطير جدا، خطير. اوكي، هذا المكان يبدو جيدا، نعم يبدو جيدا. استار، Welcome to Mars. Everyone at Mission Control is ready to use the rocket charging down and uploading processing garage. Our remotely controlled eyes and hands on the red planet, the drones and the reverse. Our goal is to secure foothold for humanity, but by building the first Martian dome. This daunting adventure will allow to breathe. Okay. حسناً، كما ترون المكان جيد، لدينا الماء هنا، ماء هنا. حسناً، أول شيء علينا أن نستكشف المحيط، محيطا اولا. لحظه، ساكتشف هنا واستكشف هنا وهنا وهنا. حسنا، اين ساضع الصاروخ؟ ساجعله ينزل هنا. حسنا، اوكي، سوف تقوم الآن الآليات بالنزول. هذه الآليات هي التي سوف تجعلنا نحضر المكان للبشر. كل آلية لديها عمل، مثل هذه المستكشفة تقوم باستكشاف هذه الأماكن الصفراء. حسنا، سنبدأ بهذه، سأجعلها تكتشف ذاك المكان. وهذه هي التي تنقل الموارد من مكان إلى آخر. بأن ذكر الموارد، حسنا، هناك موارد على سطح الصاروخ، علي إنزالها بقيام أول خطوة، وهي وضع أماكن الموارد. سأضع هذه هنا، سأضع هذه هنا، سأضع هذه هنا. أربعة أعتقد يكفي، لكن سأضعها كما ترون. الآليات تقوم بدخول الصاروخ وإخراج الشحنات الموجودة فيه. حسنا، أول شيء علي أن أصنع لوح شمسي. حسنا، لن أدعه بعيدا، أوكي، لوح شمسي سيضمن لي بقاء الآليات قيد العمل. سنضع الأولوية لها. ما الذي يفعلونه؟ أوه، هذه الآلات ذاهبة لحصد هذا المعدن. حسنا، يبدو أن هنالك آلات تقوم باستخراج الموارد وأخرى بحصدها. كما ترون لقد ذهبوا لإحضار الحديد. على ما يبدو أن الصاروخ لم يكن به الحديد، سيبدأون بوضعه هنا لكي يتم بناء هذا المكان. حسنا، ربطتهم بخيط بسلك. حسنا، سأضع هذه المولدات هنا، واحدة أخرى هنا. هذه المولدات تساعدني في توليد الطاقة حينما، حسنا، كما ترون الآلي يقوم بصنعها. حسنا، تحتاج إلى سلك.
مثلا سأصلك أنت لحظة أنت كذا هكذا breakthrough discovered milestone achieved. اوكي لدينا ماء هنا، لدينا مكان للاستكشاف، استكشف هذا حسنا. لقد صنعوا لي اول لوح شمسي لتحويل الطاقة حسنا، انهم يقومون بصنع اسلاك توصيل الطاقة، حيث اني اذا احتجت ان اشحن اي شيء فقط علي ان ارسلهم هذه الخطوط حسنا. كما ترون لوح الشمس الثاني هو ها هو ذا، ينقصهم فقط او يزالون يطلبون لحظة. لا ارجع حسنا لحظة هناك شيء خاطئ يحدث، يبدو انني لم انجح في توصيلها جيدا. حسنا دعونا نتجه للأعمال الأخرى. سأقوم بوضع الحارثة التي ستخرج لي سانور تاور، سأبني هذا سيحسن إشارة هذه الآلات كي تتمكن من الذهاب إلى أماكن بعيدة. اوكي سأقوم بفتح هذا، سأفتحك أنت أيضا. breakthrough discovered. قمنا بإخراج بحث جديد حيث أننا سنتمكن من زراعة الطعام على سطح المريخ. حسنا ما الشيء التالي بعد؟ ما المطلوب هنا؟ must connect power. حسنا يطلب مني أن أقوم بتوصيلها بسلك حسناً. أنت لديك سلك خاص بك أنت أيضاً، أحتاجك أنت روفر أعتقد. نعم تعالي لهنا كما ترون سيأخذ بعضا من الآلات سيجعلهم يصعدون إلى هنا. كما ترون كل الآلات لديها مبالغ هذه. حسنا ستدخل لأعتقد لإعادة الشحن. نعم يدخلون إلى المركبة ليعادون شحن أنفسهم. سأقوم بوضع مولد كهرباء تعمل على الرياح، سأضعه هنا، سأضعه أخرى هنا. سنقوم بغلقك لأن الوقت صباح. سيبدأون العمل على هذا. الآن كما ترون تعيد شحن نفسها. حسنا إنهم يبنونها. شيء جيد حسنا. هيا شباب نحتاجكم أن تبنوا لي هذا المكان. كما ترون الآلات تقوم بالبناء. هيا حسنا لقد أصبح جاهزا. أوه يحتاج إلى سلك طاقة. سأربطه بك. أتى الصباح علينا إغلاق هذه المفاعلات. حسنا أوكي أسرع أريد أن ينتهي هذا المكان. حسنا أعتقد أن هذا المكان قريب بالنسبة لأقرب مكان للماء. حسنا سوف أقوم
أعتقد هذا. هذا حسنا إنه يعمل. حسنا صخر وحسنا حسنا هذا ما كنت أحتاجه. نرى كيف يعمل. شيء رائع. يقوم بحرث الأرض وإدخال الحجارة لهنا، يقوم بتحويلها. شيء جميل جدا. حسنا هذه الآلة سوف تستخرج لنا الحجارة التي نحتاجها لبناء هذا. حسنا الشيء الآخر مطلوب. حسنا أتمنى نعم إنهم يقومون ببناء مستخرج المياه. ما المطلوب مني هنا؟ أقوم بوضع خزانة ماء بجانبها أعتقد. خزان ماء هنا، خزان ماء أيضا هنا، ومضخة لنقل واحدة هنا وواحدة هنا. حسنا خطأ مني أني قمت بصنع هذه الأنابيب قبل أن يبنى الخزان، لكن لا بأس. حسنا سوف ننتهي من الماء قريبا. كما ترون إنهم يبدأون ببناء مولدة الطاقة عن طريق الرياح. حسنا لقد بنوا لي الخزان. لحظة، هل هو متصل به؟ نعم إنه متصل. حسنا كما ترون المكان، فترون الآلي يأخذ الحجارة والمعادن التي يتم تصنيعها من هذا المصنع ويقولها إلى هذا المكان. حسنا ما الشيء الذي نحتاجه آخر؟ الطاقة موجودة. الطاقة موجودة. حسنا مولد الماء، استخراج الماء من الغلاف الجوي الهواء. حسنا اوكي سيتم تخزينها هنا. لنرى الماء بدأ يمتلئ. جيد جدا. اوكي نحتاج الى بناء هذا المكان. حسنا لقد بدأوا ببناء مولدة الكهرباء عن طريق اين. حسنا تحتاج الى خيط. انها تعمل لكن كيف؟ نعم تعمل لكن يلزمها خيط لكي تنقل الكهرباء الى لحظة تعلمون شيئا. الطاقة المولدة من ألواح الشمس عن طريق الرياح تمشي فقط هنا ولا يتم تخزينها، حيث أني قمت بطلب صنع خزانات طاقة، لكن يبدو أن هنالك عجزا في الموارد. حسنا سنقوم بفتح هذه المولدات التي تعمل فقط في الليل. اوكي على الأقل سوف تجد الآلات شيئا لكي تشحن بها نفسها. واو هناك أشياء علينا استكشافها. هيا أين أنت؟ حسنا لدينا موارد أخرى تحتاج مثل هذا المكان وهذا المكان، يحتاج إلى وجود البشر لكي يستغلوه. إعادة شحن الآلات، سأضع لها أكثر من مركز. أريدها سأضع ثلاثة هنا. أريدها موجودة. أوكي سنصنع لهم هذا المركز الذي هنا. أوكي علي أن أقوم بإيصالهم. سأضع لكم خطا طويلا هكذا وأوصلكم هنا. أنتم عليكم أن تغلقوا
لقد قلت أغلقوهم. حسناً. كما ترون يبدو أن الغبار بدأ يتجمع عليهم. لا بأس. أوكي كما ترون يتم توصيلهم. أوكي المطلوب أيضاً. أوه لقد تم صنع مخزنات الطاقة. حسناً يطلبون توصيل. أوكي يتم توصيلكم هنا. حسناً أي شباب سأضع أيضاً المزيد منكم هنا أيضاً. من يدري وما نحتاج للمزيد منها. نحتاج لسلكنا ايضا لك هنا وهنا. حسنا على ما يبدو انه تم حصد الموارد التي بجانبنا. لهذا السبب هذه الالات واقفة عن العمل. حسنا حسنا يبدو أن علي أن أنقلهم لهذا المكان لكي يحصدوا هذا الحديد. حسناً أعتقد هذا سوف يقوم بصنع هذا الخيط. نعم كما ترون إنه يصنعه. أحسنت يا غلام. ما أمرك؟ تحتاج إلى الشحن. انظروا إنها تشحن نفسها. انظروا كيف تشحن نفسها. انظروا. حسناً شيء جميل شيء جميل جداً. أوكي كما ترون لقد ارتفعت لتقوم بتخزين الطاقة. أوكي ما أمركم أنتم؟ لم أفهم. اوكي بما ان القاعدة بعيدة فهم يحتاجون الى جلب الموارد الى هنا. اوكي شباب كما رأيتم بالنسبة للعبة بناء فقد قمنا بتوفير الطاقة وتوفير المياه. بقي لنا الان ان نقوم بتوفير الاكسجين. حسنا سأحاول صنع مضخات اكسجين في مكان ستكون فيه المستوطنة. أعتقد أن المستوطنة ستكون هنا. Too far. أوكي سأضعه هنا. أكسجين. مثلاً قم بربطها مع خزانات الأكسجين. حسنا اعتقد ان هذا يكفي. والمستوطنة البشرية سأبنيها. سأبنيها سأبنيها قربه. سأبنيها هنا. سأبنيها هنا. إنها بعيدة جدا عن الدرونز. حسنا علي أن أبنيها في مكان قريب جدا من القاعدة. سأبنيها هنا. سأبنيها هنا. حسنا كأول خطوة لمحاولة استيطان كوكب المريخ أعتقد أنها ناجحة. لدينا الماء، لدينا الأكسجين، لدينا الطاقة.
يمكن أن أسرع أصنع أنفاق. فهمت شيء جيد إنهم يقومون بصنعه. يحتاج الكثير من الموارد. حسنا. كما رأيتم شباب، اللعبة بكل بساطة لعبة وقت وتخطيط وبناء. اوكي، ما سأقوم بفعله الآن هو جمع الموارد، حيث يمكنني أيضا أن أقوم بإرسال بطلب صاروخ آخر، سوف أريكم. أعتقد أني لا، ليس هكذا. سأطلب صاروخ آخر به موارد باي راكت كورج راكت باسنجر. لا، أحتاج إلى درونز. سوف يأتي الصاروخ قريبا، سيكون محملا بتلك الأشياء التي ستساعدني في بناء ما تبقى من مستوطنتي قبل أن أقوم باستدعاء البشر إلى هنا. حسناً، أريد هذا المكان واكتشاف هذا المكان وهذا المكان وهذا المكان. 4%. أوكي. حسناً شباب، كان هذا استعراضا بسيطا للعبة Trying to Survive on Mars. كما ترون الخزانات بدأت تتسخ بالغبار. حسنا، أراكم قريبا ممكن في مقطع آخر، حيث أني سأقوم باستعراض كيفية جلب البشر إلى هنا. ولكن قبل أن نجلبهم يجب علينا أن يكون لدينا خزان وفير من الأكسجين وخزان وفير من الماء، وأيضا علينا زراعة طعامنا، وأيضا علينا بناء مدارس، وأيضا علينا بناء مستشفيات وأشياء كثيرة. هذه اللعبة لا يسعني أن أقدمها لكم في مقطع واحد. أتمنى أن تكون قد أعجبتكم كبداية. كما رأيتم عندما نزلنا، انظروا كم الإنجاز الذي صنعناه، شيء جيد كبداية. حسناً، يكفينا الثراء. كان معكم صديقكم صبريكو، في أمان الله. You can't touch this.